سيدتي يا نساتي سادتي إخواني أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طابت ليلتكم وأسعد الله أوقاتكم جميعا ونور بصيرتكم ومتعكم بصحة أبدانكم، حفظكم الله ورعاكم ورزقهم من لدنه الرزق الوفير بالحلال الطيب العثير. إخواني أخواتي أحبتي في الله، إني داع فأمنوا. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نعوذ بك من الجنون والبرص والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم بحق صلاتك وسلامك على حبيبك وحبيبنا المصطفى ارفع عنا هذا الوباء وأرحنا من هذا العناء، وكن معنا في السراء والضراء بحق صلاتك وسلامك على خير البرية والورى. والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تفاءلوا خيرا تجدوه، تفاءلوا خيرا تجدوه، تفاءلوا خيرا تجدوه. والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعشان كده حضرات السادة الأفاضل، لو تكرمتم تشيلوا الريموت كنترول من ايديكو، مش عاوز اشوف حد زعلان ولا عاوز اشوف حد كسلان ولا حد نايم. تفاعل وتدلع وهيص، انت في حضرة العبدلي شو دايم. نستقبل معهم بكل فخر رجلا من عز الرجال واجدع خلق الله، هو الكلمة المسموعة والرايه المرفوعة، واكتر واحد بيحب اصحابه زمايله، واللي يحب زميله ربنا بيديله. الينا واليكم الفيرست وان النمبر وان الباتشينو العرب، معالي القيصر زعيم الضحك من القلب، قوط في العبدلي. القوات تتقدم منور يا كبير. مرحبا مرحبا بكم مع السلامه، مرحبا بكم في عبدلي شو تايم، مرحبا بكم في عبدلي شو تايم، ومرحبا باللي يتفرجوا فينا الكل في ديارهم. مرحبا باهو والفرقه وكباري باند بيا الجمهور، الناس اللي مش حاضرين هنا اش نقول لكم، جونا تحفون كالعاده. هنا عندنا برشا ضيوف، ولكن قبل هذايا الكل نحب نقول لكم زاده ما تنساوش اللي مازال عندنا الربح في عبدلي شو تايم. كان تحبوا تربحوا كهربا تحفونا دمدومه جديده في ظروف كيف النكايه، ظروف قاسيه برشا ولات، دونك العباد ما عندهاش بعد ساعات باش تشري كهربا، ولا يرهن روحه باش يشري كهربا ولا يقعد يتسلف ولا ياخذ في قرض. انت تنجم تبعث جوست اس ام اس في حرف أ على 85 899 وتنجم تروح بكرهبة دمدومة، وتحب تزيد تقوي حظوظك أبعث أكثر من SMS أهو زورو. إذن مشاهدينا الكرام، سيداتي أنساتي سادتي، نستقبل معا بكل حب نجما تونسيا وصوتا شجيا دخل مباشرة صلب الموضوع مختصرا كل المقدمات ليحقق شهرة عربية قياسية ويدخل الساعة الفنية من الباب الكبير قبل انتشاره محليا. إلينا وإليكم آدم تونس وريكي مارتن العرب، دون جوان الأغنية الشبابية حلا حوش، معانا ومعاكم السومر بيجا ستار مهدي البكوش.
ميرسي. مرحبا بك مهدي البكوش، تحية خاصة بلاش جمهور عايش. لكن فما تصفيق فما حرارة صاحبي، سامحني ما نجمش نسلم عليك. نعرف احنا فرحانين بوجودك سي مهدي بكوش. عايشك لطفي ومرسي على الاستضافة هذه. الحمد لله لاباس. انت فنان تونسي جان، عمرك 22 سنة. 22 سنة صغرون؟ مازلت صغيرة. اي وما كنتش تعيش هوني؟ اي عندي 4 سنين عايش في الامارات. اي وانا بديت كل شيء غادي في الامارات. معناها أول مرة نقف في استوديو، أول مرة نغني في حفلة، كان كل شيء في دبي. معناها بحكم الوالد عايش في الإمارات. داكو. معناها خديت كملت قريت خديت الباك هنا على أساس باش نمشي نكمل يا نقرأ يا نخدم كاو باش نعاون الدار وكل. يا أخي نلقى روحي بحكم بابا يعيش يخدم في معناها في الميدان نتاع التوريزم، فما فنانين فما دي كونتاكت، وليت نغني بشوية بشوية. وقفت وقتها أول مرة في استوديو كان في الإمارات وقتها. أنت أول مرة تتعدى في التلفزة التونسية؟ تعديت اما اول مره معناها باش نتعدى في ميسيون، معناها ميسيون كبيره. ميسيون كبيره تتعدى معناها والناس الكل معناها تتفرج فيها. باه اونتوليكا مرحبا بك. عايشك. عندك صوت مزيان، موهبه موجوده. الجمهور التونسي ما يعرفكش برشا. بس برشا معناها ما يعرفونيش، ومعناها فما شويه يعرفوني اما الاكثريه فما برشا ما يعرفونيش. ان شاء الله من اليوم تونس. علاش حسب رايك برشا ما يعرفوكش؟ ممكن خاطر ما تعرف تو الفنان باش يتعرف مش بكثره الاغاني ومش بكثره الصوت الباهي، ومعناها الفنان تو يتعرف ولا باللي باساج وبالتلفزه وبالراديو والسوشيال ميديا يتعرف اكثر من الصوت وكل. بحكم كيف ما قلت انت ما تعديش برشا في تونس، معناها ما عملتش دي باساج كبار، رغم اللي في لبنان مشيت عملت دي باساج كبار، في الامارات كيف كيف، اما في تونس عمري معناها ما عملت باساج كبير كيف هكا، وهذا اول مره. تو حاليا وين تعيش؟ توا في تونس بيرودي ما بين تونس والامارات، خاطر الشركه اللي مصحها معاها في الامارات. خاطر انت من الاول علاش سالتك انا معروف في تونس ولا مش هكاك راهو؟ انت من الاول ما عملتش على السوق التونسيه، دخلت طول باش تخدم في السوق العربيه بحكم وجودك غادي، وزاد البيت نتاعك الشركه اللي صححت معاها غاديك. دونك شركة لبنانية، شركة كبيرة، شركة إنتاج كبيرة. هي ترجع للشركة يونيفرسال ميوزك اللي معها الفنانين الكبار تاع أمريكا، هي حلت يونيفرسال ميوزك مينا اللي تابعة الميدل إيست ونورث أوف أفريكا. الشركة هذه فيها الفنانين العرب اللي من شمال أفريقيا والشرق الأوسط اللي غنيوا معنا في الأوكسيدونتال ولا في الأوريونتال. صح تمام توا بريسك عندي 3 سنين. نحكيو على بدايتك ديجا. أنت بديت كيما برشا عباد كيما فنانين شباب باللي كوفر على اليوتيوب. بالطبيعة أول حاجة هذيك بديت بها قبلهم. بالعكس أنا أول أغنية عملتها وقتها على عيد الأم، ومعناها عملتها كيف في الدار معناها عادية، من بعد كلها لي كوفر معناها، واللي كوفر هما اللي وصلوني معناها للشركة، وصلوني باش نعمل إنتاج وأغاني وفيديو كليب وكل معناها. توا ديجا الأغنية الأولى اللي سمعناها نتاعك حسينا أنك متأثر بالشرق، معناها متأثر ونديري فنان لبناني، كان ما قلناش تونسي ولا حاجة، نجمو نقدموك على اساس فنان لبناني. انا اول ما مشيت غادي معناها حبيت نعمل اغاني تونسيه، اما انا وقتها ما عنديش حتى لي كونتاكت مع حتى عازف تونسي معناها ولا حتى موزع تونسي. اللي كانوا اقرب لي وقتها خاطرني اصحاب وكل كانوا معناها لبنانيين سوريين، تاثرت بالاغنيه نتاعهم. حتى كي وليت نغني في حفلات قليل باش نلقى تونسي في حفله كل، رغم اللي حتى كان ما فماش تونسي ديما الاغنيه تونسيه نعملها فهمت ونغنيها. اما من بعد كي بطبيعتي انا تونسي وقت اقترحت على الشركه باش نعملوا اغنيه تونسيه، وعملناها مع الملحن والشاعر سليم عبد الله والموزع سامي معتوقي، وصورناها مع محمد نساوي، وصورناها في المدينه العربي وكل. هذه معناها لازمه وقت قلت لهم حتى الشركه نتاعي لازمني نعمل اغنيه تونسيه، وللاسف معناها ما نشحتش برشا الاغنيه كيف ما نشحت الاغنيه اللبنانيه، رغم اللي زوز عملتهم نفس الريمويه. عملت زوز ملايين ونص. زوز ملايين ونص على اليوتيوب. سما باهي تعتبر بالنسبة لي خطوة باهية؟ بالنسبة لي أنا ما نطمعش برشا معناها نسمى، خاطر تعرف تو الأغنية الوترية صعيبة برشا باش توصل كيف الراب ولا كيف الأغاني الآخرين، معناها مش في نهارين تعمل 20 مليون و 30 مليون. أنا فرحان معناها مش فرحان برشا الأغنية وترية، أغنية حزينة توصل تعمل 2 ملايين و 800، معناها فما برشا فنانين معناها في الوتري معناها واللي غنيوا الأغاني الحزينة ما وصلوش معناها ل 2 ملايين ومليون وكل. أنا فرحان بها شوية معناها. باهي شكون الفنانين اللي متاثر بهم؟ ولا مش متاثر بهم، يعجبوني برشا فنانين معناها في تونس، يعجبني صبر باهي، يعجبوني برشا فنانين معناها في الشرق الاوسط معناها في لبنان. شكون كنت تغني لهم في اللي كوفر؟ في اللي كوفر غنيت الادم وغنيت الاصاله وغنيت محمد المجدوب، هذوما ثلاثه كلهم معناها اغاني لبنانيه. علاش قلت مانيش متاثر بهم مغروم بهم؟ شنو هي الفرق؟ متاثر غرور بديت بالغرور طول؟ لا علاش مش متاثر بهم معناها مش معناها، خاطر فما ناس تفهم التاثير بالتقليد معناها، قولي متاثر بهم راك تقلد فيه.
انا بالطبيعه متاثر بالغنيات. قلت في ادم مثلا، هي تقالت برشا مرات، قلت في ادم وحتى في تلفزه معناها لبنانيه. انا ما قلتش هكاك، قالوا لي هو يعتبر مهدي صوته قريب من الفنان ادم، وانا ما قلتش هكاك. انا قلت يعجبني صوت ادم ويعجبني اغانيه. وعلى فكره ادم ما بديت نسمع له كان وقت اللي كنت نسمع في كوكتيل طرب في بيلي بي جورج وصوفي غاني هو صغير يا اخي. بعد طلع ادم يا اخي، بعد شفت اغانيه ويعجبوني برشا اغانيه. شنو تنجم سمعنا من اللي كوفر اللي بديت بهم مثلا؟ هذا انا، هذا انا ادم ادم ادم. مازلنا نحكيو على ادم. اه اوكي، هذا انا. امشي مقدر أكون غيري أنا، هذا أنا، مقدر أكون غيري أنا. هذا أنا مقدر أكون غيري أنا، هذا أنا مقدر أكون غيري أنا. وأنا الربيع، أنا الخريف، أمشي بخيالي مع كل طيب، أرسم حروفي سويت صاحبي. عايش سويت كي يجيني فنان نسلق به سويت. بارك الله عليك. هكا ولا يا لولات مروا بيا علي بروفيسيونيل من غادي راهو. اي بالطبيعه انا بخاطر بالوذن مش بتاع سنايع، يعني بالوذن بتاع مواد فقت بيك سويت، وزاد من غاديك وسنيني سنايعي ماني مش سويت هكاك. باش نزيد انا نتستيك، عندي تيست ديما نعمله مهما كان المغني، اما نعملها كان كي نحس مغني عنده صوت موال. موال صح صحيحة ولا بالموال تفهم كل شيء. قالت لابوها يا بوي خطبوني ثلاث رجال وزيادة، بنية قالت لابوها يا بوي خطبوني ثلاث رجال وزيادة، الأول غني وغنى فوق الغنى وزيادة، والثاني جميل وجمال فوق الحسن وزيادة، أما الثالث فقير وفقر فوق الفقر وزيادة. قال لها يا بنيتي لو تزوجتي الغني يزيدك غنى بالمال وزيادة، ولو تزوجت الجميل يزيدك حسن وزيادة، أما خلي بالك من الفقير يزيدك فقر وزيادة. قالت له يا بويا
بوي انت ما تعرف الرجال وزيادة لو تزوجت الغني يتزوج علي أربع نسوان وزيادة ولو تزوجت الجميل يعشقن عشر نسوان وزيادة أما الفقير أعيش وياه طال العمر وزيادة اسمع وفوق النخل فوقي فوق يا ما فوق النخل فوق ومدري لما خدتك يا با مدري القمر فوق والله ما رينا بلاني بلوى ارسيل صاحبي باش نزيدك حاجه من عندي سمعني حويجه عروبي حويجه تونسي عروبي تونسي تيست هذا يا صاحبي الاخراني ما جاتكش على البال ما جاتيش على البال انت هارب بالتونسي عندي غنية تونسيه عندك غنية ما وحلت لك هنا يا جو صوفي نجم غناها صوفي ولا حتى اللي تحب انت حتى قطن اللي تحب مشي لي سلام الله ومقامة مشهورة للي جاي زورا حضرة حضرة وبخور دوي القلب المقهور حضرة حضرة وبخور داوي القلب المقهور يا سيدي عبد السلام الأسمار أنا حبيبي خلاني وسلام الله ومقامة مشهورة سلام الله اللي جاي يزورا سلام الله ومقامة مشهورة حضرة وبخور داوي القلب المقهور حضرة حضرة وبخور داوي القلب المقهور يا سيدي عبد السلام الأسمار أنا حبيبي خلاني ومقامك عالي يا سيدي عبد السلام الأسمر جيتك مجنون خذ بيدي قلبي ما عاد يصبر ومقامك عالي يا سيدي عبد السلام الأسمر جيتك مهبول خذ بيدي قلبي ما عاد يصبر حبيبي خلاني في جراح عاني وبقيت وحداني قلبي ما عاد يصبر سيدي عبد السلام الأسمر أنا حبيبي خلاني مرسي بيبي لحد الآن أمورك باهية ناجحة برشا فنانين من الجيل متاعك ولاو يدخلوا للميدان من بوابة البرامج الصناعية معناها صناعة النجوم كيما ذا فويس وغيرها ما خممتش تعمل التجربة هذيا أنت؟ بالطبيعة خممت خممت أما ما مشيتش معناها علاش ما مشيتش خاطر كان ما جاتش حكيت شركة الإنتاج راني مشيت مش معناها ما مشيتش خاطر انت ما حبيتش لا ما فماش عبد ما حبش يتعدى في قناه معروفه ويغني قدام فنانين معروفين ويتشهر في شهرين وفي ثلاثه شهور وكل شنو ينجم يقلقها شريكه اليوم انتاج انك تتعدى مثلا في برنامج كبير كيما ذا فويس على خاطر هما كيف كيف ذا فويس شركه انتاج ذا فويس معناها تقع شركه انتاج وشركه انا معها شركه انتاج ما تنجمش تتعدى فيهم ديجا البرامج هي شركه انتاج ذا فويس تبع قناه القناه هذيك بعد باش تاخذك انت وهي باش تعمل لك الاغاني وانا مع شركه قاعده تعمل لي في الاغاني دونك ما تنجمش تقول لي نحن كي نحكيو على الانتاج عندنا منتج ديجا ليامات في تونس جاي من مصر اسمع صوتك يحب يقابلك
ممكن يفككش للشركه نتاعك عندك العقد صح تو كورونا ومرض الدنيا كل شيء مشي تعاود من اول جديد تفسق وعاود من اول جديد نستقبلوا السبتي للانتاج يا رب يا رب احفظنا من القريب قبل الغريب واحفظنا من اللي كرهنا وحسدنا وعامل ايه عامل حبيب يا رب ما نحرمش منكم ولا تتحرموا مني يا رب قدرنا على فعل الخير كتر لنا يا رب من لايك والشير يا رب ابعد عنا زية الغير يا رب ابعد عنا الكورونا وكتر لنا من المونة واللي يحبونا يقولنا واللي ما يحبونا يعطيهم من بلعونا والله الله 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 هلا هلا عبد اللي هو ده الواد اللي كلمتيني عشان اجيله اي مرحبا بيك سيدي اسمك ايه يا حبيبي مهدي مهدي ايه بكوش ما انت بتتكلم اهو ازاي بكوش ازاي بكوش يا ابني ما انت بتتكلم بص يا حبيبي السبت للانتاج مش بالسهل حبيبي انا امضي عقد مع واحد ده. انا اللي ساهمت في نجوميه تامر حسني هند رستم هند صبري هند تالا وكاله حبيبي كورونا بص يا حبيبي انا هختبرك النهارده هختبرك النهارده لو نجحت في الاختبار دلوقتي نمضي العقد النهارده اليوم المكروه تحت رجعوا رجعتوه عبد اللي ما تغشنيش عبد اللي وما تشغلنيش حبيبي عبد اللي حبيبي ده عبد اللي ده احنا في زمن الكورونا بص يا حبيبي عايزك دلوقتي تسمعني عجبين عصابه بالملوف بالملوف دلوقتي انا ههريك النهارده هوريك السبت ازاي مش امارات ودبي وريني عجبين عصابه بالملوف يلا حبيبي عجبين عصابه عجبين عصابه والفم يضحك والعيون خضابه باهية 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 تنجح تنجح يا سبتي ده انا هحريك النهاردة لسه الاختبار يا حبيبي عايزك دلوقتي تسمعني امانة ماني الماني بالدبكة السورية دلوقتي عايز اسمعها امانة ماني الماني سافر عليا وخلاني امانة ده. يا السبتي ده رقصك ده هرتكني ده فرتك السبتي حوالي الجمعة حبيبي بص دلوقتي عايزك تسمعني ابعد عليه ابعد عليه ههرب به شوية عايزك تسمعني حبيبي أغنية في أغنية تونسية بتقول أسمر سميرة يسمرة يما الأسمر دوني يما الأسمر دوني عايزها سنتيمونتال سنتيمونتال تامر حسني يغنيها عايزها معبرة حماقي يغنيها دلوقتي صعيبة دي صعيبة عايز ايه؟ صعيبة قالك صعب ماله ماله مال ايه؟ يما الأسمر دوني ما كنت تقول علاش الأسمر دوني هاي كزمم وترقد مع بعض خلصت ليه؟ ده فتقك ده هرتكني من بعضي بص يا حبيبي ليه عندي ليك حاجة ابعد 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 ايه الحاجة دي أنا هاردة أنا نعرفك في المصري تبارك الله ده أنت جيت في ملعب أعطينا كابة تسحر عينيك بالمصري تسحر عينيك بالمصري ده أنت جيت في ملعب اديني يا ابني من ده أنا هفرتك وهوري السبتي السبتي الإنتاج منتج شاعر مغني صاحب شعر ممثل ممثل قد الدنيا اديني يا ابني ها ليلى 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 الله تسحر عينيك رباني يا
بره موديك رباني يا تسحر عينيك تسحر عينيك يا رباني يا تسحر عينيك تسحر عينيك يا رباني يا رباني يا رباني يا بس حبيبي انت ولد خبره انا مستنيك البر عشان نصحح الكونتراه ان شاء الله الكونتراه والله الله 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 بأن قاعدين نكتشفوا فيك الليلة شفت المنجين ولاو يتعاركوا عليك من مصر لتونس لدبي باش نعطيك فرصة باش تقيم نفسك وحدك ونحن أممتون تعرفوا عليك واضح؟ به به باش نقترح عليك كل مرة تعطي روحك عدد على 10 في مجال من المجالات اللي باش نسألوك عليهم به واضح؟ أولا حضورك على وسائل التواصل الاجتماعي 5/10 انستغرام فيسبوك وكالجو ذاك 5/10 علاش 5/10 خاطرني في طبيعتي من الاول مانيش كنت مغروم برشا بالفيسبوك والانستغرام وكل تو وليت مجبور باش نهبط صور نهبط فيديوهات وكل ما قبل كنت 0/10 اما تو كي بديت نحاول ما حبش نقول 10/10 اما 5/10 سافام بي اللوك نتاعك وعنايتك بمظهرك 6/10 لوك معناها احجامتك لبستك ايه. جوك لي كولور 6/10 ما مركزش برشا معناها ديما كالعاده معناها رغم ان دومينك مهم نعرف اي مهمه ما مش واحد يخرج بطبيعه معناها يخرج مش ليه بروحه جمله ايه. اما مش لك الدرجه برشا حاجات معناها عادي نحجم عادي في الايماج نتاعك كستار زاد ليه نخدم معناها شنو نعمل في شوتينغ نبدل في حوايجي نعمل ناخذ ديما حوايج نحاول نبدل اللوك ودنيا كل اما مش كل معناها برشا برشا عندك حتى. شكون ينصح فيك ولا وحدك فما شكون ينصح فيا ما الاكثريه وقت اللي تبدا فما فوتو سيشن فما فيديو كليب فما تصوير اكثر شيء معناها عينيتك بدنك سبورتيف هو 4/10 والله 4/10 4/10 ما نترينيش ديما نترينا ونبطل نحب نطوروا المغنيين والممثلين سيتو في الميدان اللي دخلوا انت لبنان وكالجو هذوك خويا راهو طابليت دو شوكولا ودن ومش صوت كلهم صوت تبارك الله ديما هكا تجيني نفحه باش ندخل نترينا وكل ما ناكل الحقيقه نحب الماكله تعرف نحب الماكله انا باهي توا سؤال حساس جدا جدا وناس يتكلف لك علاقتك بالجنس الاخر بالجنس الاخر عادي سافا فماش عادي فماش راجل علاقته عادي بالجنس الاخر اذا تعرف شكون يولي علاقته عادي بالجنس الاخر 20 سنة معرس 30 سنة تولي عادي بعمره وتوسط خلف 80 نتصرف كل الشباب الكل اللي قاعدة تتصرف صحيح دونك شباب علاقته مش عادية مع الجنس الآخر الجنس الآخر مع الجنس نتاعك علاقته مش عادية الشباب الكل علاقته وانت مغني وبوغوس وستار ودبي ومع مصحح مع شريكة لبنانية توا واحد لازم ياخو حساب لكل حاجة يعملها خاطر توا مش واحد عايش واحد مش عايش حياته عادية يمشي يخدم عنده 7 سوايع ويروح باش يعمل كيف ما يحب توا فما كل شيء ولينا فيسبوك انترنت كل شيء توا ضايح برشا معناها واحد ديما يرد باله على روحه معناها ما عندي حتى شيء ما عندكش اعطي روحك عدد ساعة فيش في علاقتك مع الجنس الاخر هذه على القيلة 8 مش 8 معناها علاقة مميزة هذه ناجحة جدا شوية بها فما معناها كلهم تحت الخمسة من قبيلك فهذه برا 8 كلهم 5 هذه يعطيك روحك 8 هذه 8 معناها كيفاش معناها تحب القدا صديق جدا اي ما انا صحابي برشا تحب الحقيقة كيكا شوية 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 ما تكملش معك في الموضوع هذا حسيتك هكا لا ولا لا بالعكس ولا لا علاقتك بالماكلة 9/9.5 توا أقوى نوت راك وصلت أقوى نوت أقوى من الحب راك بعد من الحب معناها تحب الماكلة أكثر من نساء لا نحب الماكلة الحقيقة والله جيت كليت 10 مرات عندك اول ما جيت مشيت طول عملت مدفونه مخميخه اه مدفونه ضربت المدفونه والله ضربت المدفونه تحطها في راسي كيفاش سمنت والله ديما نجي ديجا وقت اللي صورت الكليب بحضر الريستورون بحضر مخميخه في الحومه نصور منه نمشي نعمل بوز نعمل مدفونه وبعد نمشي نعمل معناها فهمت توا علاقتك وليه ابار علاقتك عندك علاقه مع الماكله والتمخميخ وذكريات معناها تحكي عليهم كيما نمشي نعمل فاكونس صحيح نمشي نصور ونرجع نمشي نصور ونرجع دونك ساعات ديما تطلع لي باش نمشي نجري باش نحي سينو كان جيت ناكل في الماكله ذي وما نحرق شويه راني اكثر من هكا برشا ثقافتك الموسيقيه ثقافتي الموسيقيه 7/10
7 معناها باهي 7 قاري قاري 3 سنين كونسرفاتوار وقت اللي انا كنت نقرا و7 معناها شنو هي الاله اللي تعزفها نعزف جيتار كنت تعزف جيتار باهي قدراتك الصوتيه تو كيفاش نقول شويه باش نقولوا هذايا امورك كون كون شوف كون كاينك مع روحك وحدك فهمنا في العدس باش يقولوا كاين مع وحدك انا بعد ساعات نغزر في ملايين نقول ما شبني ما يهمنيش العباد يقولوا مش شباب ولا قامت ولا خايب انا نرى في روحي شباب يعملوا لي عامله شكون يستني انا فرحان باهي ثمانيه ثمانيه هاو باهي ياسر معناها انت مغرور تحب صوتك نحب صوتي واعي بقدراتك يا خويا تبارك الله اكثر من ثمانيه هنا قيم هناك 10 على 10 خمس خميس عليك عندك برشا خدمه قدامك عايشك لانه فما برشا ناس عندهم اصوات مزيانين وعندهم الدنيا الكل ما في المشاريع حتى من بعض الحكايه كلها خدمه به انتوك نحن فرحانين برشا اللي انت جيت بحذانا اكتشاف حلو ياسر ولد متربي تحفون عايش. متصالح مع روحك انا نتصور عندك مستقبل تحفون كبير ان شاء الله عايشك والكره ما بين ساقيك عايشك نخلي لك كلمه الختام بكلمه الختام نشكرك انت اول حاجه اللي انا كيف ما قلتها من الاول اول مره نتعدى في برنامج كبير في تونس وتتفرج فيه بريسك تونس كامله نشكر برشا الناس اللي تبعوا فيا الناس شويه اللي بداوا يتبعوا وبداوا يسمعوا فيها اغاني وحبوا اغاني نشكر الفرقه كباري باند ونشكر قناه التاسعه ونشكر ولاد حومتي مجرين الرياض وعائلتي كاهو باهي قبل ما تروح عندي معاك ديفي اسمه تبع الريتم باش نربعوا ضد بعضنا بما انك انت شونتور ودنيا بروفيسيونيل انا باش نجيب معايا ليكيب نتاعي يتعاوني باهي اوكي باش نجيب معايا الدالي وسيزار وانت باش تكور وحدك باهي واضح اوكي وشوف نربحوك وشوف ليه باهي تبع الريتم تبع الريتم سهل ياسر الفرقة باش يعطيونا ريتم كباري باند ونحن بالريتم هذاك نحاولوا نركبوا عليه غنية تمشي مع الريتم واضح؟ باه باه واللي تكوانسا ما يلقاش الغنية يغني هو اللي يخسر واضح؟ بيه. واضح اللي عنده غنية يقدم ميكرو شكون نبداو؟ نبداو بك انت؟ نبداو بك انت ابدا به امشي الاولاد اشرح من اول واحدة كباري باند وكيف راغا يكملني العين اللي ما تبكي صحة العين اللي ما تبكي شبكاكا معاك شبكاكا معاك قولي وصحة على بالك كيفاش بحت خيالك لو وسع بالك قلبي نقز من الضلوع عمشانك قلبي نقز من الضلوع عمشانك ما يش غيطة وحسين لا لا الغيرة لي ما يش غيطة وحسين كيف سمعت خيرك غيطة وحسين هني ما يش غيطة وحسين لا حسين ما جيش جي عليها جي معناها غيطة بركة ذي حسين ما جيش بس عاش صاحي بيسال تابو أبو ما نعطينا به كباري باند اعطينا ريتم آخر ما لسمردوني ما كنت قول علاش لسمردوني ما كنت قول يا ما لسمردوني ما كنت قول علاش لسمردوني ليش يا زمان علاش خمسة والله خميس عليكم ان شاء الله بنساعد ولا عم ارحي خمسة والله خميس عليكم صحيح مازال عادنا صحيح 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 اما خلي كملها خاطر حسيته غادي كيف صحيح والله صحيح تراح كملها كملها كلمات خمسة والله خميس عليكم ان شاء الله بنساعد ولا عم ولاد ولا عم الله 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 وش تفعل الله 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 لا إله إلا الله لا إله إلا الله
عينك دوري 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 ما احلى جلدك دوري 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 ايوه 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 اوه غو 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 لا 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 اصحاب البارود اصحاب البارود اصحاب البارود والكراميلة اشيلاني 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 وداوي لي حالي بتلوموني ليه على ايه بتلوموني ده انا عملت لكم ايه علشان تلوموني شوف بنت الامير دي لابسه منديل ودواير حرير وتعالى وخش عليا يا حبيبي يا غالي عليا وتعالى تعالى تعالى يا حبيبي يا غالي عليا يا بنت السلطان حني على الغلبان والميه في ايديكي سيسار عطشان يا بنت السلطان حلي على الغلبان والميه في ايديكي حلوه صابر عطشان وسعيده سعيده سعيده يا لبلادك سعيد عمي يا صياد عمي يا صياد عمي يا صياد رميت شباكك فين كل ما قصرت اطلع لكم تعبير عمي يا صياد رمي شباكك فين كل ما قصرت اطلع لكم تعبير عمي يا صياد ايوه رمي شباكك فين كل ما قصرت اطلع لكم تعبير In the road Jack Weeds come back no more no more no more no more In the road Jack Weeds come back no more نرجع لك حائر ومهني انت وقلبي اقوى مني احنا احنا لحظه لحظه خلصوا الفار الفار صحيح ساعه استنى باش نعطيكم ساعه اولا تعرف علاش ما نحبش نقول لكم ربحتوا خاطر باش تعنقوا بعضكم وكورونا ابعد ابعد ربحنا من بعيد من بعيد ما تعنقوش بعضكم ربحنا من بعيد ساعة تحية خاصة ليك صاحبي مرحبا بيك في البرنامج عايشك أنا غالب مهدي فريق عبد اللي ما تعنقوش بعضكم فريق عبد اللي نجا عنق القاعة بص حبدول ربي حبدول عنق بوتو عنق بوتو عنق حاجة عنق الحيط راعي الميكرو يا خويا راعي الميكرو حمدول ذا فويس أه يخرجوا يخرجوا عليه يخرجوا عليه صاحبك يخرج سكروا معاك بالتونسي بجوك الباهي ميرسي مهدي بكوش هالسمرة اللي غرتوا منها حبيتوني باش ننسى ما ننجمش نبعد عنها وانا كل حوتة في ما هالسمرة اللي غرتوا
حبيتوني باش ننساها ما نجمش نبعد عنها وانا كل حوتة في ماها عجبك فيها الليمون اللي غاروا مني قالوا لي واش عجبك فيها جاوبت اللي جهلوا فني خذوا عيني شوفوا بيها باش ننساها ما نجمش نبعد عنها وانا كل حوتة في ماها السمرة اللي غرتو منها حبيتوني باش ننساها ما نجمش نبعد عنها وانا كل حوتة في ماها مغروم وعاشق في بدنها ومسحور بغزرة عينيها وليمون اللي غاروا مني غاروا مني وقالوا لي واش عجبك فيها وليمون اللي غاروا مني وقالوا لي واش عجبك فيها وجاوبت اللي جهلوا فني خذوا عيني شوفوا بيها وجاوبت اللي جهلوا فني خذوا عيني شوفوا بيها ميرسي.